يا جماعه عايزين نحسب السيرفيس اكستنشن. السيرفيس ده ادي القانون بتاعه، عندنا القيم دي عايزين نطلعها عشان نطلع الناتج النهائي. اول حاجه عندنا الرو، بعد كده الجي، بعد كده الاتش، بعد كده الار، بعد على الاثنين هنطلع قيمه قيمه مع بعض. الرو عندنا بتتحسب من القانون دوت، الرو ال بيساوي ال دبليو على ال اللي هي ال ليكويد، الطول بتاع الميه والطول بتاع الليكويد. الاثنين هنجيبهم ازاي؟ هنروح جايين هنا في الجهاز دوت وننزله، هنحط العشرة، الأنبوبة دي مترقمة، هنحط رقم عشرة عند سطح السائل ونعتبرها هي نقطة الصفر. بعد ما نحطها هنبتدي نسحب المية والسائل، واحنا بنسحب هنلاقي عندنا فرق في الطول، واحنا بنسحب نحسب الطول بتاع المية في الأنبوبة دي ونحسب الطول بتاع السائل هنا، والاثنين لما يطلعوا هنقسمهم على بعض. كده طلع لنا الرو ال، لما قسمنا الاثنين الطولين بتاع السائلين على بعض كده طلع لنا الرو. بعد كده الجي عندنا طبعا دي عجلة الجاذبية ثابتة. بعد كده عندنا الاتش، الاتش هنحسبها ازاي؟ هننزل السوائل هنا اللي احنا سحبناه، هننزله ونرفع كده ماشية، نرفع الجهاز كده ماشية، هنقرب. عندنا هنا دي أنبوبة شعرية، الأنبوبة الشعرية ديت مترقمة، هنحط رقم صفر عند سطح السائل، رقم صفر عند سطح السائل، هنلاحظ ونحط رقم صفر عند سطح السائل، هنلاحظ إن في لما نطلع هنلاحظ إن في لما نطلع هنا يا جماعة معانا، هنلاحظ إن في مسافة طلعت فوق الصفر. المسافة دي هنسميها الاتش، المسافة احنا حطينا الصفر عند السطح، هتلاقي في سائل طلع فوق الصفر، المسافة اللي طلعها السائل فوق الصفر دي هي الاتش. يبقى احنا كده جبنا تالت مطلوب اللي هو الاتش. بعد كده عندنا الار، عايز يجيب الار بتاع اللي هو نصف القطر بتاع الأنبوبة الشهرية. هتجيب الار ازاي؟ عندنا هنا قانون بيقول الام بيساوي باي ار تربيع ال رو. الام اللي هي كتلة السائل، ده السائل اللي خدناه في الأنبوبة دي هنحطه على ميزان حساس ونحسب كتلته. الباي عندنا طبعا قيمتها معروفة، الار تربيع هي الحاجة اللي عايزين نجيبها، القيمة اللي عايزين نجيبها، ال اللي هي الطول الكلي للسائل المسحوب في الأنبوبة دي، الطول الكلي، الأول جبنا الاتش الطول اللي فوق الصفر، الطول الكلي المسحوب في الأنبوبة دي هيبقى ال. الرو طبعا هي الرو ال اللي كانت معانا في الأول خالص. يبقى احنا كده عندنا كل المطاليب ما عدا الار، هنجيب الار. يبقى احنا كده جبنا الاربع مطاليب بتوعنا، نحسبهم ونطلع القيمه.